مشاهدينا الكرام، بنعيد الترحيب على حضراتكم معانا مره تانيه. الحقيقه انه اللي حصل في مصر على مدار الست سنوات الماضيه من حجم ضخم جدا من المشروعات ادى انطلاقه قويه جدا لكل الشركات العامله في مجال المقاولات. مشروعات بنتكلم على تجمعات سكنيه، بنتكلم على مستشفيات، مشروعات سياحيه، مشروعات خدميه زي مترو الانفاق، مشروعات أقدر أقول عليها جمالية زي تطوير مثلا ميدان التحرير وغيرها من المشروعات الكتير. وهنا أنا بتكلم على النطاق الداخلي. يمكن التجربة الداخلية دي كمان عززت من فكرة أنه مصر تتواجد أيضا في لتنفيذ مشروعات في عدد من الدول الأفريقية اللي بقت شايفة النموذج المصري أنه نموذج مهم وملهم، أنه فترات زمنية قليلة حصل فيها حجم ضخم جدا من المشروعات، وبالتالي ده ادى دفعة كمان للشركات المصرية للتواجد بشكل قوي جدا في القارة الأفريقية لتنفيذ عدد من المشروعات. على رأس هذه الشركات، ولو انها الدفعة كانت ليها ولكن هي متواجدة في القارة الأفريقية على مدار العقود الماضية، هي شركة المقاولون العرب. لحابين نعرف الحقيقة الرؤية حول هذه الدفعة القوية اللي حصلت في الداخل، بالإضافة إلى تأثير هذه الدفعة للتواجد بشكل أكبر في لتنفيذ مشروعات في القارة الأفريقية. في هذا الإطار يسعدنا أن احنا نرحب بضيفنا العزيز المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. مش مهندس، برحب بحضرتك معنا وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. خلينا نبدأ فيما يخص الداخل المصري. و دايما يعني شركة المقاولون العرب كان ليها مشروعات كبيرة جدا نفذتها في مصر على مدار العقود الماضية، إنما حينما تتوافر الإرادة السياسية لأن يكون هناك دفعة لتنفيذ مشروعات بهذا الحجم في الست سنوات زي ما شفنا، أعتقد إن ده إدى فرصة لشغل أكتر وبالتالي فرص عمل أكتر وبالتالي تحقيق إنجازات بقت نموذج زي ما قلت، مش بس حتى للدول الأفريقية إنما لدول أخرى. مع توافر الإرادة السياسية إلى أي مدى ده إدى دفعة لشركة المقاولون العرب على مدار الست سنوات الماضية؟ الحقيقة احنا أولا برحب حضرتك وبهني القناة بعيد ميلادها. أشكرك يا فندم. دي حاجة كويسة. بالنسبة لينا احنا شركة عمرها 65 سنة. التجربة اللي احنا عشناها في مدار السنين الأخيرة في من 5 أو 6 سنين دي تجربة كانت غير مسبوقة قبل كده في طوال عمرنا في الإنشاءات. الحقيقة سيادة الرئيس ادانا أو ادى للشركات المصرية ثقة ودفعة، وكان في حاجات كتير قوي كنا بنحتاج فيها الأجانب ثقة سيادة الرئيس في الشركات المصرية سواء القطاع العام أو القطاع الخاص. الحاجات دي ادتنا فعلا دفعة وحملتنا مسؤولية ازاي نسبة ان الشركات المصرية لا تقل عن اي شركة عالمية، واذا كانت في عدم توافر التقنيات والخبرات العالمية احنا نقدر نجيبها في مشروع انما مش هنجيبها في المشروع التاني الممثل. دي حاجة بالنسبة لنا تجارب غير مسبوقة خالص، يعني في مشروعات ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نشتغلها لوحدنا. زي ايه يا فندم؟ زي انفاق قناة السويس. انفاق قناة السويس طبعا، ودي من الحاجات اللي يعني تكليف سيادة الرئيس لينا بان هو اصر ان يكون شركات المصرية هي اللي تعمل انفاق بهذا الحجم. الحقيقة احنا اتخضينا لان فعلا احنا ما كناش نتخيل ان عندنا المقدره، ان احنا نملك هذه المقدره، ان احنا نقدر نشتغل مشروع زي ده. احنا بقالنا 30 سنه او 35 سنه بنشتغل في الانفاق مع الفرنساويين في المترو، وما زال الفرنساويين هم اللي شغالين واحنا بنتفرج. النهارده لا. بعد ثقه سياده الرئيس ابتدينا أنفاق أكتر من أنفاق المترو كحسابات وكقطر وكضخامة، يمكن ضعف أنفاق المترو من حيث التقنيات. وفي نفس الوقت كانت البداية كان لازم التجربة تتنقل،
فاستعنا طبعا بشركات ألماني وشركات من عدة جنسيات أخرى، زائد استيراد المكنة الألماني، وكان الاشتراط فيها ان احنا نبعت ولادنا يروحوا يتمرنوا عليها. الحقيقة من ضمن الاشتراطات اللي احنا أصرينا اللي عليها ان الطقم الألماني في اول 300 متر يبقى قيادة تامة، بعد كده تبقى قيادة في إطار الإشراف، في إطار الإشراف، إلى أن وصلنا لأن المكنة خرجت من الناحية التانية بأيادي مصرية خالص 100%. ما شاء الله، فالحمد لله التقنية وصلت وولادنا أثبتوا كفاءة، أثبتوا كفاءة صحيح. والنهاردة نقلوا الخبرة دي، النهاردة نقدر نشتغل بالمكن اللي هو ملكنا، ملك مصر، إن احنا نقدر نشتغل في جميع أنحاء العالم بهذه التقنية بأيادي مصرية. جميل. طيب يمكن حضرتك بتتحدث عن حجم المشروعات اللي تمت في الست سنوات اللي فاتت، وهنا هستعير يعني وصف سيادة الرئيس بأنه حجم المشروعات اللي تمت في السنوات الماضية مصر لم تشهدها على مدار 20-30 سنة. بالفعل أكيد طبعا. حجم المهول اللي احنا بنشتغله وبالتقنيات اللي بننقلها وبسرعة العمل مع ضبط الجودة بتاعته، الحاجات دي كلها ما كانتش موجودة في السابق. صحيح. النهاردة كمية الطرق اللي اتعملت، الحجم الرهيب ده مع الإشراف والإشراف على الجودة وضبط الجودة وجهات الإشرافية اللي بتقدر تعمل قياسات للطرق بهذا الحجم كانت غير مسبوقة نهائي. صحيح. احنا عملنا شبكة طرق ما حصلتش من يعني ضعف اللي كان موجود او اكتر من ضعف اللي كان موجود. مظبوط، اكتر من 3 أضعاف كمان. صحيح. حضراتكم برضو يعني لكم يد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة، بس عايز انتقل للعاصمة الإدارية لانه احنا في عام 2020 يمكن احنا على اعتاب انتقال جزء من القطاع الحكومي والجهات التنفيذية الى العاصمة الإدارية. يعني الأحوال هناك إزاي، أخبارها من حيث الإنشاءات، لو بنتكلم على مبنى مجلس النواب حضراتكم اللي بتنفذوه، وأعتقد برضو في حي سكني حضراتكم اللي نفذتوه، فكيف تسير الأمور في العاصمة الإدارية؟ أصح بس المعلومة، إحنا بنشتغل في حاجات متوازية، مش العاصمة الإدارية بس. لا لا، ده أنا بديهم كنموذج، أنا ما بقولش إن هم بس. العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة، في تجمعات كلها بتشتغل بطريقة متوازية. العاصمة الإدارية إن شاء الله في هذا العام يتم نقل الحي الحكومي، يكون خالص إن شاء الله، وتبتدي تنقل الوزارات. الحقيقة احنا شغالين في العاصمة الإدارية بحوالي 18 مليار. بنعمل البرلمان ووصلنا لمراحل متقدمة فيه، وهنبتدي إن شاء الله في مجلس الشورى بجواره، ودي برضو من الحاجات اللي احنا بنفتخر إن احنا بنقوم بهذه المهمة. الحمد لله أنجزنا مسجد الفتاح العليم، ما شاء الله. صحيح. دي حاجة برضو نفتخر إن احنا قمنا بتنفيذها، من المساجد الكبرى على مستوى العالم. طب واحدة من المشروعات اللي أنا شخصيا منتظرها الحقيقة، يعني كتير من المصريين منتظرينها، لأنها حاجة احنا أول مرة هتبقى موجودة، ويمكن دي من الحاجات اللي أول مرة حضراتكم برضو بتشاركوا في تنفيذها، المونوريل. صحيح. من العاصمة الإدارية إلى 6 أكتوبر. صحيح. برضو دي حاجة مستجدة، ولكن خلاص احنا كده المصريين أثبتوا ان هم مفيش حاجة هتقف قدامهم، يقدروا يعملوا أي حاجة ما شاء. صحيح. الله. يعني آخر التطورات أيضا في هذا المشروع، كيف تسير الأمور بشأنه؟ الحقيقة وسيلة النقل الجماعي اللي تربط العاصمة الإدارية بباقي الأحياء السكنية والمدن الجديدة دي مهمة جدا قوي، وهي اللي بتحدد فعلا استخدام العاصمة الإدارية الجديدة كاستخدام شائع. وسيلة النقل الجماعي المحترمة اللي تقدر تسيب عربيتك وتركبها وتروح وترجع من شغلك هناك دي مهمة جدا طبعا. العاصمة الإدارية مش مرتبطة برضو بالمونوريل فقط، لا، دي مرتبطة بالمترو هيوصل لها، يعني في وسائل كهربائية هتربط العاصمة الإدارية، ودي كلها شرايين مهمة عشان تسهل الانتقال. صحيح.
المونوريل من ضمن الوسيله الكهربائيه للنقل الجماعي، واحنا شغالين فيها على مرحلتين متوازيتين. مرحله من العاصمه الاداريه للتجمع هتاخد الكثافات اللي في العاصمه الاداريه مع كثافات التجمع، وهتنقله لحد مسجد المشير، وبعد كده على منطقه الاستاد. في خط تاني بينقل من 6 اكتوبر لميدان الجيزه. الخطين دول هيقدروا يعملوا الحقيقه سيوله في المرور، لان كون ان انت تلاقي وسيله نقل سريعه و بمستوى راقي، مستوى راقي تقدر تسيب عربيتك وتركبها، دي فعلا هتساهم كتير جدا في الانتقال اولا وفي سرعه النقل. نعم نعم. طيب قبل ما اطلع لفاصل، عشان عايز بعد الفاصل انتقل الى القاره الافريقيه، برضو عايز اطمئن من حضرتك على اخر عمليات التطوير والتجميل اللي بتحصل لميدان التحرير. الحقيقه ميدان التحرير اصبح للمصريين كلهم رمز. صحيح. والرمز لازم يكون مصري صرف، وفي اكتر حاجه تمثل المصريين هي حضارتنا وعراقتنا وتاريخنا. فالحقيقه كان برضو يمكن الحاجات اللي من ضمن الاقتراحات ان لازم تكون في الحضاره الفرعونيه متمثله في ميدان التحرير. احنا قمنا الحمد لله بدراسات، لان ميدان التحرير الميدان نفسه فوقيه تحتيه محطه المترو. والمقترح ان احنا نحط مسله فرعونيه في المنتصف زي الموجوده في باريس وفي روما وفي صحيح، اللي هي لما بنشوفها بنقول احنا ليه ما عندناش في ميدان في مصر كده؟ بالظبط، ازاي تبقى موجوده في عاصمة اوروبيه ومش موجوده عندنا؟ صحيح. فتم الاتفاق على انها تتحط. المسله لوحدها حوالي فوق 60 طن زائد التجهيزات زائد، فخدنا وقت شويه في دراسه تركيب هذا الثقل والحمل الكبير على محطة المترو اللي تحتيه، ووصلنا لحلول الحمد لله هندسية وابتدينا فيها، وان شاء الله على وشك ان احنا نركب المسلة. بعد كده هتيجي نافورة جذابة جدا، وهيبقى فيها 4 كباش اثريين، هنبقى زي دول العالم كلها ان يكون في رموز لحضارتنا وعراقتنا موجودة في هذا الميدان الرمز أساسا للمصريين. صحيح صحيح. ويمكن التطوير لقلب القاهرة كله في المحيط المنطقة دي برضو يعني بيسير بشكل طيب جدا، ويمكن شرفت بزيارة بعض المناطق اللي الصورة فيها اختلفت كتير عن ما كانت عليه سابقا، وده شيء طيب جدا. هننتقل إلى الملف الأفريقي والتواجد شركة المقاولون العرب في أفريقيا اللي بقاله عقود من الزمن، وفي مشروعات كتير بتتنفذ في الوقت الراهن، يمكن على رأسها السد في تنزانيا، وده من ضمن المشروعات المهمة جدا بالنسبة لتنزانيا، وبالنسبة لنا أنه مصر هي اللي حصلت على شرف أن هي اللي تنفذ يعني هذا المشروع. فلو حضرتك بس تسمح لنا نطلع الفصل. تفضل. فصل سريع ونرجع نستكمل حوارنا مع الباشمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، فأرجوكم ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، بنعيد الترحيب على حضراتكم معانا مرة تانية، ومن قطاع التشييد والبناء في الداخل إلى نشاط شركة المقاولون العرب في القارة الأفريقية، والحقيقة بقاله عقود من الزمن، إنما إلى أي مدى حصل فرق خلال الست سنوات الماضية، خصوصا مع حرص السيد الرئيس بشكل قوي جدا على توطيد العلاقات الأفريقية بالزيارات المتبادلة، زيارة سيادته العديد من الدول الأفريقية وزيارة عدد من زعماء الدول الأفريقية إلى مصر، واللي كان واضح يعني بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. في هذا الإطار نبدأ حوارنا أو نستكمل بقى حوارنا مع ضيفنا العزيز المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. باشمهندس، زي ما قلت يمكن شركة المقاولون العرب ليها نشاط في أفريقيا منذ عقود من الزمن، إنما
الفرق اللي حصل إن كان هناك فرق على مدار الست سنوات الماضية مع اهتمام السيد الرئيس بالقارة الأفريقية بشكل كبير جدا، ويمكن أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي دائما سيادة الرئيس بيشير إلى أهمية التنمية والاهتمام بقطاع البنية التحتية والطرق البينية ما بين البلاد الأفريقية المختلفة. الحقيقة هو خروجنا من المجال المحلي للمجال الخارجي. احنا بقول لحضرتك ان احنا شركة عمرها 65 سنة. الحقيقة اول خروج لينا كان في الخمسينات في السعودية وفي الكويت. في الستينات خرجنا لليبيا بالتحديد. من 20 سنة بالضبط فتحنا اول فرع لينا في نيجيريا. اصبح لينا شغل في القارة السمراء عمره النهاردة 20 سنة. من بداية عملنا في نيجيريا انفتحنا وتدرجنا إلى الغرب الأفريقي والوسط والجنوب والشرق، ومتواجدين في جميع الدول العربية، متواجدين في معظم الدول الأفريقية. الحقيقة السنين الطويلة دي شيء، والفترة الأخيرة الحقيقة بانفتاح سيادة الرئيس أو قرب الشعوب الأفريقية من مصر أو من الدولة المصرية، كان في الخمس أو ست سنوات الأخيرة كان تقارب شديد جدا. يمكن ده اللي فتح مجالات لينا كتير. علاقة سيادة الرئيس بزعماء الأفارقة علاقة وطيدة، ويعني في مجال احترام شديد لسيادة الرئيس على مستوى القضاء الأفارقة. الفترة الأخيرة دعم سيادة الرئيس بالذات في السنة الأخيرة في رئاسته الاتحاد الأفريقي ادتنا فعلا دعم شديد جدا، ويمكن أكتر حاجة ترمز لكده أو دعمتنا في كده هو حصولنا على عقد تنفيذ سد تنزانيا على نهر روفيجي. على نهر روفيجي بالظبط. ده مشروع بحوالي 3 مليار دولار، والحمد لله كان في تنافس شديد قوي ما بيننا وبين شركه تركي وشركه هندي وطبعا الشركات الصينيه. ايه اللي عزز الموقف المصري؟ الى اي مدى يعني سيادة الرئيس كان بيباشر هذه المهمه وحريص على انه شركه المقاولون العرب وشركة السويدي أيضا يكونوا هم اللي بيحصلوا على حقوق تنفيذ هذا السد؟ الحقيقة اللي حصل إن التصفيات في العطاء أو التندر اللي اتطرح تصفى على شركتين، وهو الشركتين الأقل سعرا، الشركة إحنا والسويدي من طرف، وشركة تركي أعلى مننا في التسعير بحوالي 3%. الحقيقة كانت الفروق متقاربة جدا، إنما علاقة سيادة الرئيس بالرئيس التنزاني الحقيقة ادتنا احنا قانونا احنا الكسبانين. صحيح. إنما كان في مجال إن الشركة التركي قدمت إنها تقدر تنزل على السعر بتاعنا عشان تاخده. إنما دعم سيادة الرئيس حقيقة مع الرئيس التنزاني وفي علاقة وطيدة جدا. وسيادة الرئيس وعدوا إن هو بنفسه هيشرف على المشروع وان شاء الله ننفذه في ميعاده. دي حاجه ادتنا دعم قوي جدا. العادة جدا. صحيح. طيب يمكن برضو سياده الرئيس دائما بيتحدث عن البنيه التحتيه في افريقيا، والقاره الافريقيه بكر وفي حجم كبير جدا من المشروعات في اشد الحاجه ليها ما بين طرق وبنيه تحتيه وما الى ذلك. الى اي مدى واحنا بنتكلم كمان على الاتفاق بخصوص سوق افريقيه مشتركه وطريق القاهره كيب تاون، لو اتكلمنا على الطريق ده بدايه، يعني حجم التنفيذ اللي تم فيه لحد دلوقتي قد ايه تقريبا، او ايه اخر التطورات بشانه؟ الحقيقه احنا اشتركنا، احنا حاليا بندرس الطريق من هنا من مصر لتشاد. اشتغلنا احنا في جزء منه في اثيوبيا، في جزء من هذا الطريق القاهره كيب تاون على مرحلتين ونفذناهم، وتقريبا تم الانتهاء منهم، فاضل حاجات بسيطه.
بندرس دلوقتي من مصر لتشاد، وان شاء الله يعني نتعاون مع الدول الافريقيه لان استكمال هذا الطريق، لان ده بيفتح مجالات كتير قوي، بيربط القاره الافريقيه بطولها وبيدعم فكره السوق الافريقيه المشتركه، يعزز التجاره البينيه في افريقيا. ودي دعوه سياده الرئيس، واعتقد ان السوق الافريقيه المشتركه دي سوق مهمه جدا للحفاظ على الثروات الافريقيه. نعم. واستخدام الثروات الافريقيه داخل القاره لصالح ابناء افريقيا. بالظبط. لان فعلا كل النهارده السوق الافريقي بما فيه من ثروات شديده جدا اصبحت مطمع لجنسيات اخرى انها تيجي تتواجد وتعمل لهم مشروعات، مش قصاد مقابل مالي، مش مقابل مالي. النهارده بييجوا يعملوا بيعرضوا عليهم مشروعات مقابل ثروات مادي، مقابل ثروات، ذهب، نحاس، الماز، بترول، خشب من الغابات. فالنهارده في هجوم على القاره الافريقيه، القاره الافريقيه، من لانها مليئه بالثروات الحقيقيه. صحيح. فاذا ما كناش نبتدي نخش في السوق دي ونقدر، لان السوق ضخمه جدا، ونقدر فعلا ننافس الشركات الاجنبيه ان احنا نستغل هذه الثروات داخل القاره لابناء القاره، ونعمل، لان كل الدول الافريقيه محتاجه بنيه تحتيه، سواء طرق، سواء مياه، سواء سدود، سواء كل الدول الافريقيه، حتى صرف صحي، كل حاجه طبعا. اهم حاجه ان يوصلوا ما بين البلد والبلاد وبعضها، والقرى وبعضها، لان الغابات بتقطع الاتصال خالص. صحيح. فمشروعات البنيه التحتيه من طرق وسدود ومياه وتنقيه مياه، في فرص كبيره موجوده جدا. طب ويمكن المنافسه اعتقد، وحضرتك صححني لو انا مخطئ، بقت شرسه جدا في الخمس سنوات الماضيه تحديدا، لان شفنا حجم الاهتمام، بنشوف مؤتمرات دوليه، يعني الصين افريقيا، روسيا افريقيا، المانيا افريقيا، في مؤتمر كمان بريطانيا افريقيا ان شاء الله هيعقد في 20 من الشهر الجاري. صحيح. هل ده خلق منافسه اشرس في السوق الافريقيه؟ الحقيقه كل التصرفات الدول العالم كلها من الشعوب الافريقيه او من البلاد الافريقيه معناها انها سوق فعلا واعد، واستغلال هذا السوق مطمع لجميع بلاد العالم. اولهم طبعا الوحش الصيني نازل بكميه شركات غير عاديه، بينافس باسعار محدش يقدر ينافسه فيها، وتبقى صعوبه جدا ان احنا ننافس. هل هو المنافس الاشرس في افريقيا؟ اكيد. لان احنا بننزل عطى شركه مصريه واحده قصاد 7 و8 شركات صينيه، بالاضافه لشركه تركي مثلا، شركه اسرائيلي، شركه هندي. انما المنافسه الصينيه منافسه شرسه جدا، وبيقدروا فعلا يخفضوا في الاسعار ويكسبوا عطاءات، ويقدروا يقنعوا القادة الأفارقة بأنهم هم يتبنوا مشروعات في نظير أنهم يشغلوها بنظام البي او تي مثلا، أو في نظير أي مواد خام يقدروا ياخدوها مقابل هذه المشروعات. لأن الحكومات، وبالذات بعد انخفاض سعر البترول، الحكومات الأفريقية أصبحت السيولة فيها غير متوفرة بشكل كبير، غير متوفرة بشكل كبير، واحتياجهم للبنية التحتية احتياج مجبرين انهم لازم يخشوا في البنيه التحتيه. طيب كان يمكن فيه ميزه بالنسبه لمصر هتحدث عنها، بس عايز واحنا بنتكلم على الصين، كنت قرات لحضرتك تصريح قبل كده ان التواجد الصيني كمان بيعززوا وجود القطاع المصرفي او البنوك الصينيه في ظهر الشركات المقاولات الصينيه وتواجدها في السوق الافريقي، وانه البنوك المصريه مش متواجده بنفس الشكل. هل القطاع المصرفي عندنا محتاج دفعه فعلا عشان يتواجد بشكل اكبر في افريقيا، وده يعزز من فرص تواجد الشركات المصريه بشكل اكبر؟ اكيد. الشركات الصيني بتروح ومعاها شركات التامين بتاعتها، بتروح ومعاها البنوك بتوعها. مساله التمويل او عرض الفرص من الشركات الصينية، وشركات كتير وبنوك كتير بتبقى تقديمها أسهل كتير. احنا لما بنروح
وبناخد مشروع أو نتفق على مشروع بنضطر نستعيد ببنوك أفريقية أو بنوك عالمية دولية. نعم. زائد إن في مشروعات كتير إحنا أو المقاول أو المستثمر هو اللي بيحاول يقنع بيها العميل الحكومة نفسها، نقدر نتناقش مع القادة الأفارقة ولينا بيهم علاقات إن إحنا نقدر ندرس مشروع ونقدمه له. بس مين اللي هيموله؟ هي دي النقطة. صحيح. إحنا بندرس مشروع ونقدمه له على اعتبار إن هو محتاجه وبيعجب بيه جدا. بس بنفتقد التمويل، مصدر التمويل. عكس الشركة الصينية. الشركة الصينية بتدرس مشروع وتقدمه للحكومة وبتقدم معاه طريقة التمويل. نعم. معلش عفوا المقطع يا باشمهندس، إن إحنا بنستعرض الحقيقة، لأن نرجع للصورة اللي فاتت يا جماعة بعد إذنكم. بنستعرض عدد من المشروعات لشركة المقاولين العرب في أفريقيا، ولفت انتباهي السفارة المصرية ده في زامبيا أعتقد، معمولة على بطراز فرعوني شكله أكثر من رائع الحقيقة. الحقيقة وزارة الخارجية وعلاقتنا بها علاقة وطيدة جدا، ومعظم السفارات المصرية في أفريقيا في العواصم الأفريقية إحنا اللي بنقوم بيها. ومن ضمن التصميمات طبعا بنعمل تصميمات بترمز لمصر، الحضارة المصرية وتاريخ مصر من شكل السفارة نفسها. نعم نعم. ما شاء الله طبعا بنتكلم على حجم ضخم جدا كمان، من الطرق، من المستشفيات، من الكباري قدامنا، كوبري دلوقتي في كوتيفوار، مطارات حتى زي في غينيا والمغرب ما شاء الله. طيب هتكلم هنا بقى على الميزة اللي ممكن تبقى موجودة عند مصر، وحضرتك صححني، أو أكتر من ميزة الحقيقة، بيديها فرصة أو بيعزز فرص تواجدها بشكل أكبر في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات، سواء تاريخيا وزعيم جمال عبد الناصر واللي ليه يعني في قلوب الأفارقة يعني بيعتزوا بيه جدا، أو أنه كمان أولا اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقارة الأفريقية، إنما فكرة رؤية النموذج المصري أنه في فترات زمنية ليست كبيرة تم تنفيذ حجم ضخم جدا من المشروعات، إلى أي مدى ده نقطة بتلفت انتباه القادة الأفارقة اللي بيشوفوا أنه هذا النموذج المصري هم في حاجة إليه وشافوا تجربة عايزين ينقلوها عندهم؟ مش عايز أقول لك لفظ أو الاكسبريشن بتاع التجربة المصرية ده شايع جدا ما بين القادة الأفارقة. الحقيقة القادة الأفارقة حتى في لقاءاتهم، حتى في حديثهم العادية، هي كل تفكيرهم النهاردة ازاي ينقلوا التجربة المصرية في هذه المدة الوجيزة لبلادهم، لان احتياجهم للبنية التحتية عموما، سواء كباري، طرق، معالجة مية، الحاجات البنية الأساسية، التجربة المصرية بالنسبة لهم هي نموذج. والحقيقة سيادة الرئيس بعلاقته معهم فعلا هو محط أنظار، والشركات المصرية تقدر تستخدم هذا النموذج في نقله لأفريقيا. احنا عندنا فرصة ذهبية في ان احنا بتجربتنا اللي على أرض بلدنا نقدر ننقلها لهذه الدول، وببساطة جدا، وهم مرحبين وبيسعوا لهذا. التجربة المصرية محط أنظار الشعوب الأفريقية كلها. يعني إذا لو قلنا أنه مشكلة القطاع المصرفي وتمويله لمشروعات مصرية في الداخل الأفريقي، لو هذه هذا الأمر تم يعني التعامل معاه وتوفيره، توفير التمويل لتنفيذ مشروعات في القارة الأفريقية من بنوك مصرية، هل ده ممكن يعزز بشكل أكبر التواجد في أفريقيا؟ أكيد هيعزز. إنما هي مبدئيا لازم الشركات المصرية تخوض التجربة، لازم يكون عندها الجرأة وإنها تتواجد في البلاد الأفريقية. وارد جدا إنها تاخد مشروع تخسر فيه، مش شرط إنها هتكسب على مدى المشروعات كلها، إنما التواجد والتواجد المصري في الأسواق دي يعني في بداياته ممكن يجنب المكسب المادي في الأول، إنما التواجد مهم جدا. في بلاد كتير احنا تواجدنا فيها وابتدينا بمشروعات صغيرة، وارد جدا نكون خسرنا فيها، إنما مبدأ التواجد والإصرار على التواجد في هذا السوق الحقيقة ادانا ميزة كتيرة جدا. احنا
خدنا أوسمة كتير في بلاد أفريقية نتيجة إن احنا وقفنا معهم حتى في حروبهم الأهلية. ما شاء الله. كنا متواجدين، ما هربناش زي بقية الشركات. كنا متواجدين وأصرينا على استكمال المشروعات اللي معانا، وفي بلاد كتير خدنا فيها أوسمة. وفي وقت رئاسة المهندس إبراهيم محلب الحقيقة للشركة في على مدار 11 سنة فعلا وصل الشركة فعلا إنها تاخد أوسمة كتير في أفريقيا، وهو شخصيا برضو خد من أرفع الأوسمة في أفريقيا. ما شاء الله. يعني هل بنتوقع الفترة اللي جاية أن شركة المقاولون العرب هيكون ليها مشروعات أكتر بإذن الله؟ هل في حاجات قايدة البحث لتنفيذها الفترة القادمة؟ احنا متواجدين في الأسواق، أنا بتمنى أن الشركات زملائنا تتواجد زينا وتيجي معانا. أتمنى أن البنوك المصرية تتواجد وتبقى معانا. الحقيقة الانتشار في أفريقيا انتشار سياسي أكتر منه بيزنس. الانتشار ده الانتشار المصري مرحب به جدا ما بين الشعوب الأفريقية. احنا كجنسية مصرية أو المصريين مرحب بهم في جميع الشعوب العربية والإفريقية. احنا في جميع البلاد اللي بنشتغل فيها احنا كجنسية مصرية مرحبة جدا، لأنها جنسية مسالمة وبنقدر فعلا ان احنا نعمل ننصهر في المجتمعات، ننصهر في المجتمع. نعم. الأفريقي أو العربي. نعم. يعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك بأنه التواجد للشركات المصرية في أفريقيا مهم، يمكن ليه بعد سياسي مهم، وعلى الصعيد الاستثماري ما اعتقدش انها هتكون مجازفة خاسرة، لانه الشاهد على ذلك يعني دول العالم المختلفة اللي بقت حريصة انها تبقى موجودة في افريقيا بشكل كبير جدا. افريقيا بقت وجهة لمختلف دول العالم والقوى الاقتصادية الكبيرة كلها انه عايزين يتواجدوا في افريقيا بشكل كبير، وبالتالي ده بيقول انه الموضوع ليه يعني العوائد المرضية على الاقل، اللي بالطبع دفع انه روسيا مهتمة، الصين مهتمة، ألمانيا مهتمة، بريطانيا مهتمة، وعدد من الدول الأخرى. فإن شاء الله بنأمل في 2020 يبقى في تواجد أكتر لشركة المقاولون العرب في القارة الأفريقية وتنفيذ مزيد من المشروعات، ومعاها يبقى في شركات مصرية أخرى إن شاء الله. باشمهندس محسن، احنا سعداء بوجود حضرتك معنا، وهي كل التحية لحضراتكم على المشروعات الرائعة اللي بتنفذ في أفريقيا وفي داخل مصر، ومنتظرين مزيد من الانجازات لما تظنون انه يمكن ما نقدرش نعمله، وبعدين تثبتوا ان احنا قادرين على تنفيذه باذن الله على غرار انفاق قناه السويس وعلى غرار المشروعات الاخرى كمان. اشكرك شكرا جزيلا. مهندس محسن صلاح، رئيس مجلس اداره شركه المقاولون العرب، شرفنا وجود حضرتك معنا. مشاهدينا الكرام، بشكركم على طيب المتابعه، وبكره ان شاء الله تجدد اللقاء مع حضراتكم وحلقه جديده من مساء دي ام سي. دمتم في امان الله.